السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك، ادعمنا عشان نستمر. يلا بينا على بداية اخبار الاسود، بس الاول نصلي على النبي. يواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء الهلال السعودي المقرر له يوم الجمعة المقبلة في كأس سوبر لوسيل بقطر. خاض لاعب الفريق فقرة فنية وخططية خلال ميراني أمس، وركز الجهاز الفني خلال هذه الفقرة على التمرير السريع ونقل الكرة بين الخطوط بالشكل السريع، بجانب التدريب على بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب. وقاد هذه الفقرة أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وروي أجواش، وقاموا بنقل التعليمات الفنية للاعبين وتصحيح بعض الأمور تحت إشراف فريرة. خصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية قوية للاعبين على هامش ميران أمس، وتم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، حيث قاموا بأداء تدريبات خاصة لزيادة القدرة البدنية باستخدام بعض الحواجز، وخاض اللاعبون بعض التدريبات التأهيلية بالكرة لتجهيزهم للمباريات المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة خلال الشهر الحالي. وقاد هذه الفقرة أندريا فليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، وأشرف عليها أعضاء الجهاز الفني تحت إشراف البرتغالي. الزمالك يسعى للتعاقد مع مدافع سوبر بجوار الونش وعبد الغني وعبد المجيد في ظل غموض مصير محمود علاء ومحمود شبانة ومحمد عبد السلام المعلق في يد فيريرا. ونستعرض لكم عدد من الأسماء التي تم ترشيحها لارتداء قميص الزمالك من اللاعبين الذين يجيدون في مركز المساك: مصطفى الزناري وأحمد ياسين ومحمد فتح الله كاموتشو ورجب نبيل. حرص أغلب لاعبي الزمالك على وداع زميلهم وقائد الزمالك حازم إمام بعد إعلان رحيله عن النادي بعد مسيرة دامت قرابة 14 عاما. نشرت قناة الكاس القطرية برومو مباراة الزمالك ضد الهلال السعودي والمقرر لها في 9 مساء بتوقيت القاهرة في كأس سوبر لوسيل في قطر. الفيديو تضمن مشجعين للزمالك وسط مشجعين للهلال السعودي وغناء الثنائي معا، فضلا عن كلمات قاصفة للجبهات للأهلي، حيث كتبت القناة: الزمالك بطل الدوري المصري ضد الهلال بطل الدوري السعودي. وأشارت قناة الكأس القطرية في البرومو إلى أن اللقاء سيذاع عبر قنواتها يوم الجمعة المقبلة. حصل الزمالك على توقيع أحمد أيمن منصور في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع فريق بيراميدز، وأكد مصدر بالزمالك أن اللاعب موقف مشابه لمصطفى فتحي بسبب التجنيد، وهو الأمر الذي يعطل انضمامه إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل. وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك فتحت خط مفاوضات مع مسؤول طلائع الجيش في الأيام الماضية لحل الأمر وانضمام أحمد أيمن منصور إلى صفوف الفريق في الموسم القادم. حرص أيمن طاهر مدرب حراس المرمى على الاجتماع بثلاثي الحراس محمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم على هامش ميران أمس، ومنح أيمن طاهر بعض التعليمات الفنية لعواد ونديم وعطية، وطالبهم بالتركيز والاستعداد بقوة للفترة المقبلة والالتزام بالتعليمات المطلوبة منهم. وخاض الثلاثي تدريبات قوية تحت قيادة أيمن طاهر تم خلالها التركيز على أمور عديدة، منها التعامل مع الكرات العرضية ونقل الكرة بالقدم بالطريقة الصحيحة، بالإضافة للتصدي للتسديدات من جميع المسافات. عقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب أمس، ووجه المدير الفني رسائل مهمة للاعبين خلال الجلسة لتحفيزهم على تحقيق الفوز في اللقاء المقبل أمام الهلال السعودي. وأكد جوزفالدو للاعبين على ثقته التامة في قدراتهم جميعا لتحقيق الهدف المتفق عليه منذ بداية الموسم، وهو مواصلة الانتصارات لحصد البطولات. وطالب المدير الفني لاعبيه خلال الجلسة بالتركيز الشديد والاستعداد بجدية للفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة. وافق فيريرا على طلب أحمد عيد عبد الملك بقضاء فترة معايشة معه في تدريبات الزمالك خلال الفترة المقبلة. وكان أحمد عيد تحدث مع فيريرا على هامش تواجد الثنائي في كفي مدافع الزمالك الونش لطلب التواجد معه في التدريبات لمدة أسبوع. وأكد عيد أن فيريرا تذكره جيدا كونه تدرب تحت قيادته خلال الفترة الأولى. وتفاجأ عيد أيضا أن فيريرا مازال يتذكر الاسم الذي كان يطلقه على اللاعب رقم 10، حيث كانت الكلمة التي استقبله بها فيريرا. ووافق فيريرا على طلب أحمد عيد عبد الملك بقضاء فترة معايشة معه في التدريبات لمدة أسبوع عقب عودة الزمالك من قطر. مرتضى منصور بقول لجماهير الزمالك ما تظلموش عمر كمال عبد الواحد، سافر غصب عنه. والأخ وليد دعبس العضو المنتدب لنادي فيوتشر: كنا عاملين جلسة لحسم الصفقة، قال عاوز عمر اديني مروان حمدي ومحمود علاء ونيمار. مرتضى منصور بقول لوليد دعبس: انت بتتمنظر على ايه؟ ده لاعب بتاعنا، احنا معانا عقد مع عمر كمال، الجمهور فاهم غلط ان السنة الاولى عمر يفسخ العقد مع فيوتشر مقابل دفع 200,000 جنيه، وهذا الكلام غير صحيح. مرتضى منصور: اللجنة السابقة في الزمالك كانت عاملة كلمة شرف مع عيال، ده لاعب بتاعك واخد فلوسه، واللجنة ضحكت على الجمهور وقالت في عقد مع اللاعب. وتابع عمر كمال: كان رافض يسافر ومخطوف، وعلي ماهر بيتنطط ويقول لي اديني علاء ونيمار ومروان ويسألوا
عاوز مين تاني؟ وبقول لوليد دعبس هناخد عمر كمال. مرتضى منصور اطمئن جمهور الزمالك، مش عاوز اقول جبنا لاعب احسن من عمر كمال لانه لاعب كبير، لكن بالفعل احنا جبنا لاعب احسن من عمر كمال. وانا ما ضحيش بمروان حمدي اللي كان معروض علينا فيه 18 مليون اول كلمه، ولا نيمار ولا محمود علاء. مرتضى منصور فيوتشر فعل عقد جنش وفي اتفاق معهم بعدم التفعيل الا بعد التنسيق، واحمد دياب قال لي اتعرض عليا على حسين لبيب ياخد 4.5 مليون في جنش، قال لهم لا ادوني دلوقتي مليون ومتبقي 2.5 مليون دولار كشرط جزائي. مرتضى منصور احنا معانا عقد عمر كمال وتم توثيقه في اتحاد الكره، واحنا والنادي السياسي في يوتشر هنروح الفيفا عرضنا عليهم عدد من الناشئين، يقول لك لا عايزين سيد نيمار. وبقول لعلي ماهر انت ولا حاجه، انت خدام لنادي انت كنت شغال فيه. مرتضى منصور بشكر احمد دياب ومحمد حلاوه اعضاء اداره نادي فيوتشر لان ما كانش عاجبهم كلام وليد دعبس، ويقول لهم ده لاعبهم، وبقول للجمهور محدش يغلط في عمر، كان مصمم يجي وهيجي ان شاء الله. مرتضى منصور امير مرتضى منصور يجلس الان مع 4 لاعبين دوليين لانهاء التعاقد معهم، من بينهم حارس مرمى لتعويض رحيل محمد ابو جبل وجنش الذي قام فيوتشر بتفعيل عقده بعد دفع 2 مليون جنيه. مرتضى منصور احمد مرتضى سيتوجه على راس بعثه في فريق الزمالك الى قطر يرافقه امير مرتضى، وذلك رغم التهديدات التي تلقاها من علاء صادق وانصاره بقتل نجليه. مرتضى منصور زيزو الشرط الجزائي له كان على الموسم الماضي فقط بمبلغ 2.5 مليون دولار، ولكن من اول الموسم القادم الشرط الجزائي 25 مليون جنيه فقط. مرتضى منصور كان هناك عرضا اخر من فريق نانت الفرنسي بمبلغ 150 مليون جنيه وهذا اكبر من عرض الريان، ولكن زيزو اختار الزمالك، واوضح المدير الفني طلب 9 لاعبين واقتربنا من اغلب الصفقات التي طلبها المدرب وسنعلن ذلك قريبا. رسالة حازم إمام لوداع جماهير الزمالك نهاية مشواره، أنا مش عارف أبدأ منين، ولكن أنا بشكر جمهور نادي الزمالك شكر كبير جدا سواء من دعم من دعمني أو انتقدني، أنتم في قلبي مهما حدث. وأشار شكر مجلس إدارة نادي الزمالك على الثقة الكبيرة التي أعطيتموني إياها على مدار 14 سنة توجت من خلالها ب 12 بطولة، وكنت أرغب في المزيد وأنتم تستحقون أكثر من ذلك بكثير. وأضاف حازم عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام، شكرا أستاذ أمير مرتضى ونعم القائد والأخ في كل انكثار وفرحة، كنت لا تتخلى عن أحد. ووجه حازم رسالته للاعبي الزمالك قائلا، شكرا للاعبين الذي رأيت فيهم أخوة وحب متبادل لآخر لحظة داخل جدران نادي الزمالك العظيم، وأتمنى لهم التوفيق والمزيد من البطولات لإسعاد الجماهير. واختتم حازم شكرا للعمال والإداريين والجهاز الفني والطبي على المجهود الجبار، أخيرا 27 سنة داخل أعظم كيان داخل جمهورية مصر العربية تتظل في قلبي مهما حدث. بعد إبلاغ حازم إمام بقرار عدم تجديد التعاقد معه، جاء الدور على أيمن حفني الذي تم إبلاغه هو الآخر بعدم تجديد تعاقده، ويتحدث خلال الساعات المقبلة موقف محمود علاء ويوسف أوباما نجمان الفريق اللذان يتعرضان لحملات موترة تهدف إلى التخلص منهما. تقرر الإبقاء على القائد شيكابالا ومحمد عبد الشافي رغم الأصوات النشاز تطالب بإجبارهما على الاعتزال والخروج من الباب الكبير، رغم قناعة فيرير الذي يرى أنهم قادران على العطاء. تلقى عمر السعيد قرار من مجلس الإدارة بإبعاده عن صفوف الفريق بعد انتهاء تعاقده مع الفريق بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي، وتحديدا 30 أغسطس الماضي، ولم يحضر اللاعب بداية التدريبات السبت عقب راحة 10 أيام. أكد مصدر مقرب من مروان حمدي عن تلقيه عرضا رسميا وجدا من جانب المصري البورسعيدي للحصول على خدمته بداية من الموسم القادم، وأوضح المصدر أن مروان حمدي تلقى اتصالات رسمية من جانب إدارة المصري للحصول على خدمته في الموسم القادم بعدما نما إلى علمهم برغبة مروان حمدي في عدم العودة للزمالك والبقاء في الخارج. قرر مسؤول نادي الزمالك حسب مصدر بالفريق إحالة الملف الخاص بمحمود علاء إلى البرتغالي فيريرا لاتخاذ القرار النهائي الخاص به سواء باستمراره أو رحيله عن صفوف الأبيض مع بداية الموسم الجديد. رئيس نادي التعاون السعودي مصطفى فتحي يتواجد حاليا في بلاده وسيعود قريبا للانضمام للفريق، وعن حقيقة وصول عرض من الأهلي للحصول على خدمات مصطفى فتحي قال لم نتلقى أي عرض من الأهلي المصري لضم مصطفى فتحي. وفقا لما ذكره الإعلامي الموثوق أحمد العجلان، فأن من المتوقع أن تشهد مواجهة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل دخول النجم محمد إبراهيم كنو في قائمته، حيث تعد المواجهة ودية دولية بنفس طبع مواجهات فيفا دي. وأضاف سيقوم الهلال بمخاطبة الجهات ذات العلاقة للتأكد من السماح للاعب بالمشاركة من عدمها.
قرر الأرجنتيني ريمون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي اصطحاب جميع لاعبي فريقه لدولة قطر استعدادا لخوض مباراة كأس سوبر لوسيل أمام الزمالك. وبحسب تقارير صحفية سعودية فأن مدرب الزعيم قرر استدعاء قوام فريقه بالكامل دون استبعاد أحد والاستقرار على قائمة الراحلين عقب مباراة الزمالك. بس كده، هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. يدعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، ومتشكر لكم جدا على دعمكم. سلام.